مرحبا زملائي الكرام، الله يسعد اوقاتكم بكل وقت وحين. بهذا الفيديو راح نحكي عن الانامنيزي هيبونج في حال اصابات البيفيغونجز زوستيم او بالاورتوبيدي، يعني اصابات الجهاز الحركي او الجهاز العظمي الحركي. اهم ما يميز اصابات الجهاز العظمي الحركي عدة امور، منها الشميرتسن والشفيلونج والاينجشرينكونج. هون بهذا الفيديو اعددت لكم اهم الاسئله اللي ممكن نسال المريض بحسب الحاله، حسب وجود الم او تورم او تحدد حركه. انا زميلكم محمد الحزوري، وانتوا على قناه الدوتش ام دي فور ميديسينا. بتمنى ما تنسوا دعم قناتي باشتراك وشير وتعليقات، ودعم الفيديو باللايك واي تعليق ولو كان بايموجي، هذا بيزيد فعالية الفيديو على يوتيوب، وأنا أكون من الشاكرين. أول فقرات اللي ممكن نسأل عليها هو الشميرتسن. رح نبلش بأول سؤال. هابن زي روكن شميرتسن، يعني في عندك ألم بالظهر. شترالن ديزي أوس بينتشر. هابن زي روكن شميرتسن شترالن ديزي أوس هابن زي شميرتسن فين زي إيغن روكن بويغن هابن زي شميرتسن فين زي إيغن روكن بويغن. في عندك ألم معدل اللي بتثني ظهرك أو بتحني ظهرك. هابن زي شميرتسن اندن جلينكن أودا اندن كنوخن، يعني عندك ألم بالعظم إلا بس بالمفاصل. هابن زي شميرتسن اندن جلينكن أودا اندن كنوخن. هابن زي شميرتسن فين زي أوفترتن هابن زي شميرتسن فين زي أوفترتن، يعني في عندك ألم عند بدك تأدي شيء، بدك تعمل شيء. في فير هالتن زيش دي شميرتسن باي كيلتي أودا باي فيرمي. Wie verhalten sich die Schmerzen bei Kälte oder bei Wärme؟ يعني كيف بتصرف الألم أو كيف سلوك هذا الألم؟ طبعاً مو هون ألم، الألم شميرتسن هي ألم. كيف بتتصرف هاي الألم عند البرد أو عند الدفء؟ بتغير شيء في الألم، يعني هيك معناها بالعربي. Lassen sich die Schmerzen in Ruhe lage lindern. Lassen sich die Schmerzen in Ruhe lage lindern. يعني الترجمة الحرفية بقول لك إنه هذا الألم الألم هي بتترك حالة تنخفض في وضع الراحة أو يعني التمدد أو هيك شيء. بالعربي نحن نقول إنه هاي الألم بالراحة بتخف. Lassen sich die Schmerzen in Ruhe lage lindern. Können Sie die Schmerzstelle lokalisieren? Können Sie die Schmerzstelle lokalisieren? تقدر تحدد موضع الألم أو موضع الألم؟ Haben Sie Schmerzen, wenn Ihren Arm, Ihr Bein, Ihr Finger ausstrecken oder anwinkeln? يعني في عندك ألم عندما، طبعا هون حسب الإصابة، إغن آرم في الذراع، إيرباين في الساق، أو إغن فينجا في الإصبع أو الأصابع، أو سيشتركن بتتمدد أو بتبسطها، أن فينكلن بتعمل لها زاوية أو يعني تثنيها أو بتطويها. هابن زي شميرتسن فين إغن آرم إيرباين إغن فينجا أو سيشتركن ودا أن فينكلن. ولما بكون في عنا شك في حادث أو وجود حادث، يعني ممكن نضيف على هذيك الأسئلة تبع الأنفال. Sind Sie gestürzt؟ يعني مثل ما بقولوا طحت، انزحلقت، وقعت على شيء. Sind Sie gestürzt؟ Trugen Sie einen Helm؟ Trugen Sie einen Helm؟ كنت يعني حاطط خوذة. تروجن جاي من تراجن،
بس تروجن هي البريتيروتوم. لما نسأل هي تروج، بس نحط تروجن لأن هون في عنا البريبوزيسيون زي. تروجن زي أينن هلم. زينزي أوف إيردة، أوف زاند، أوف أسفل، أوف سيمن، أونسو فايتا، جشتورت، توقعت أو تزحلقت أو طحت، على الأرض، على الرمل، على الإسفلت. إسفلت هو المادة اللي بفرشوها بالطرقات تبع السيارات. سيمنت هو الإسمنت. أونسو فايتا أو يعني إيش بدك سأل سلة تانية. زينزي أوف إيردة، أوف ساند، أوف أسفلت، أوف سيمنت، أوند تو فايتا، جشتورت. Auf welche Seite sind Sie gefallen? Auf welche Seite sind Sie gefallen? على أي جنب من جسمك طبعا سقطت أو تم السقوط. Auf welche Seite sind Sie gefallen? Sind Sie ohnmächtig geworden? Sind Sie ohnmächtig geworden? صرت وقتها يعني وقت سقوط غايب وعيك بدون وعي. اون ميشتش. زين زي اون ميشتش جيفوردن. هابن زي اوخ انديغة فرلتسونجن. زم بايشبيل اب شور فونجن. يعني في عندك اصابات اخرى كالجروح، على سبيل المثال سحجات او قروحات بسيطة على الجلد. هابن زي اوخ انديغة فرلتسونجن اب شور فونجن. هلا هون لما بكون في عنا عند المريض في عنده شفيلونج أو غوتونج أو هيماتوم تورم أو احمرار أو ورم دموي، ممكن نسأل الأسئلة التالية. است إيغي هاند جيش بولن، إيدك تورمت. هابن زي أين شفيلونج أن إيغي هاند أن إيغي باين بيمير، لاحظت أنه في تورم على اليد أو الساق. إذن السؤالين است إيغي هاند جيشفولن أوند هابن زي أينش فيلونج أن إيغي هاند أن إيغي باين بيمير. السؤال اللي بعده هات زيش ديفار بي دير هاوت أن دير بتروفينن شتلي في أندار. هات زيش ديفار بي دير هاوت أن دير بتروفينن شتلي في أندار، يعني تغير لون الجلد على المنطقة المصابة. تغير لون الجلد على المنطقة المصابة. هابن زي فار بليشة في اندرونجن ان ايغم ارم ان ايغم باين بيميركت، لاحظت تغيرات لونية على الذراع او على الساق. هابن زي فار بليشة في اندرونجن ان ايغم ارم ان ايغم باين بيمير. شفلن ايغي جلينكي من شمال ام او دا فيردن هايس. شفلن ايغي جلينكي من شمال ام او دا فيردن هايس، يعني شي مرة تورمت مفاصلك او صارت سخنة مفصل. يعني شفلن ايغي جلينكي من شمال ام او دا فيردن هايس. هون بهاي الفقرة ممكن نسأل أسئلة بتخص المسكولاتور العضلات أو زينن شجهات العلاقة بالأوتار أو بيندا الأربطة أو نيرفن الأعصاب أو كنوخن العظام. هابن زي فادن كريمفة. هابن زي فادن كريمفة. في عندك تشنجات بعضلات الساق. لايدن زي أونتاشتايفش كايت. لايدن زي أونتاشتايفش كايت. بتعاني من تصلب، تصلب عضلات، تصلب مفاصل. هوغن زي أين كنيرشن فين زي إيغن أرم إيغ باين هيبن. تسمع طقطقة أو فرقعة عند اللي بترفع الذراع أو الساق. هوغن زي أين كنيرشن فين زي إيغن أرم إيغ باين هيبن.
haben Sie Taubheitsgefühl? عندك شعور بالخدران؟ كريبل تنميل oder eine Lähmung أو شلل oder eine Muskelschwäche التقاء عضلي أو ضعف عضلي in Ihrem Arm in Ihrem Bein بمرك يعني لاحظت في عندك خدران أو تنميل أو شلل التقاء كامل أو ضعف عضلي في الذراع أو في الساق haben Sie Taubheitsgefühl كريبل oder eine Lähmung oder eine Muskelschwäche in Ihrem Arm in Ihrem Bein bemerkt طبعا إذا أي حدا من هذا الشكايات قال موجود نقول له زي طبعا هذا سؤال روتيني سؤال بعده haben Sie Bewegungs Einschränkungen in den Armen in den Beinen in den Fingern إذا في عندك تحدد حركي في الذراعين أو في الساقين أو في الأصابع haben Sie Bewegungs Einschränkungen in den Armen in den Beinen in den Fingern können Sie den Arm das Bein normal bewegen ممكن تحرك الذراع أو الساق بشكل طبيعي können Sie den Arm das Bein normal bewegen haben Sie bemerkt ob Ihr Bein Ihr Arm kälter oder blasser, wärme oder bläulich wurde? Haben Sie bemerkt, ob Ihr Bein, Ihr Arm kälter oder blasser, wärmer oder bläulich wurde? Ja, لاحظت إنه الساق أو الذراع بارد أو شاحب دافئ أو مزرق haben Sie bemerkt ob Ihr Bein Ihr Arm kälter oder blasser wärmer oder bläulich wurde هلا هون في عنا ملاحظات في اختصار اسمه DMS نشتفرجسن لا تنسى طبعا هذا الاختصار جاي D دورشبلوتونج جرايان دموي M موتوريك الحركة S سنسيبيليتات الحس بالدورش بلوتونج فراغن زي ناخدر تمبراتور لأن وجود حرارة أو دفء يدل على الجرائن الدموي ممكن نسأل هابن زي داس جفول داس إغ باين إغ آرم كيلتا إست عندك شعور أو العصف عندك شعور إنه الساق أو الذراع بارد هابن زي داس جفول داس إغ باين إغ آرم كيلتا إست بالموتوريك رح نسأل على können Sie Ihren Arm, Ihr Bein normal bewegen? أنت بتحرك الساق أو الذراع بشكل طبيعي؟ هذا سؤال مر علينا بشوي. können Sie Ihren Arm, Ihr Bein normal bewegen? بالسنسيبيليتات رح نسأل الأسئلة التالية أو هو سؤال واحد. haben Sie Kribbeln, Schmerzen, Schwäche in Ihrem Arm, Ihrem Bein? يعني في عندك تنميل أو ألم أو ضعف في الذراع أو الساق haben Sie Kribbeln, Schmerzen, Schwäche in Ihrem Arm, Ihrem Bein هون بآخر شيء رح نسأل على الأسئلة ممكن نسأل أسئلة عن الشكاية الجاي في المريض Wie sind diese Beschwerden aufgetreten? شون حصلت هاي الشكاية Wie sind diese Beschwerden aufgetreten? Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? شو هو وظيفتك؟ Treiben Sie Sport? Treiben Sie Sport? تعمل رياضة؟ Sind Sie umgeknickt? Sind Sie ungeknickt? صار شي التواء؟ قشته البرد؟ تعثر أو سقط؟ هنجفالا سقط؟ oder gestürzt كمان سقط؟ Sind Sie umgeknickt, gestolpert, hingefallen oder gestürzt? Hatten Sie einen Unfall? Hatten Sie einen Unfall? سؤال بالماضي صار عندك شيء حادث من قبل. وهي أهم الجمل اللي ممكن نحكيها وبتوفي عادة عشان ما يطول معك لأن أصلاً بالفحص ما بكون عندك وقت طويل. لهون بخلص الفيديو زملائي الكرام. أتمنى ما تنسوا دعم قناتي باشتراك وشير وتعليقات. تعليق بأي إيموجي بأي كلمة.
هذا بزيد دعم الفيديو، ولا تنسوا مشاركته مع زملائنا وإعادة الفيديو وتكراره مشان نتثبت معنا ونحفظ. تحياتي لكم، موفقين يا رب وسلامات.